بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قد نادى السلام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارض عنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية أو الحديبية: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان. باب غزوة الحديبية. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها، لا أحصي كم سمعته من سفيان الذي هو ذاك علي بن عبد الله، لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول: لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد، فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. يعني لا يقول لا يحصي كم سمعه من سفيان، يذكر ذلك أنه ذكر هنا قلد الهدي وأشعر وأحرم منها. هل الشك منه في قول لا أحصي كم سمعته، هل هو مجرد شك في عدد المرات أم للتكثير؟ قلنا أشعر الهدي اللي هو شق سنام الناقة حتى يسلس الدم منها لإعلام أنها هدي. قال في باب غزوة الحديبية: حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث، حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان ابن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل على عيالهم وذري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. إن يأتونا حيث أتينا ذرريهم وعيالهم تكون عينا قد قطعها الله عن طريقنا إلى العمرة، أو لو بقوا للصد عن سبيل الله يكونوا محرومين على أهليهم الذين أسروا وسبوا. قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله. في باب غزوة الحديبية. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة ابن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور ابن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية
فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك ومعضوا فتكلموا فيه، فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل ابن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. قال ابن حجر قوله باب غزوة الحديبية في رواية أبي ذر عن كشميهني عمرة الحديبية بعد الغزوة. الحديبية بالتثقيل والتخفيف، أهل العراق يثقلون وأهل الحجاز يخففون، الحديبية والحديبية. يقول أنكر كثير من أهل اللغة التخفيف، مع أن المشهور التخفيف لأن أهل الحجاز أدرى بما ببلادهم. وقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية يشير إلى أنها نزلت في قصة الحديبية. قد تقدم شرح معظم هذه القصة في كتاب الشروط، وأذكر هنا ما لم يتقدم له ذكر هناك. وكان توجهه صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الاثنين مستهل ذي القعدة سنة 6، فخرج قاصدا إلى العمرة، فصده المشركون عن الوصول إلى البيت، ووقعت بينهم المصالحة على أن يدخل مكة في العام المقبل. وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه أنه خرج في رمضان واعتمر في شوال وشذ بذلك، رغم أن هشام من الثقات، إلا أنه خلاف ما في الصحيح، والراوي عن عروة أبو الأسود، قد وافق أبو الأسود عن عروة الجمهور. ومضى الحج، ومضى في الحج قول عائشة ما اعتمر إلا في ذي القعدة. ثم ذكر المصنف فيه 30 حديثا. الحديث ده هو المتكرر في الذي رواه البخاري فقط. قول أظن صح. سبحان الله، وهذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم وصده عن البيت هو من تعنت وظلم المشركين، يفتحون البيت يسمحون للعراة والعرايا والمشركين والمشركات بالحج والعمرة، ويمنعون أولياء بيت الله الحرام حقا. قال ابن حجر حديث المسور ومروان في قصة الحديبية ذكره مختصرا جدا من رواية سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري، وقال فيه لا أحصي كم سمعته من سفيان، هذا كلام علي ابن المديني اللي هو علي بن عبد الله شيخ البخاري. قال لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد، وجازم بأنه حفظه وأنه سمعه كتير جدا بيقول الإشعار والتقليد، فلا يدري ما الذي حدث، ربما نسيه سفيان. وفي رواية عبيد الله بن محمد الجعفي عن سفيان بن عيينة قال فيه حفظت بعضه وثبتني معمر، اللي هو الرواية التالية.
وهنا بيقول عبيد الله بن محمد، اللي عندنا عبد الله. أغرب الكرماني فحمل قول علي بن المديني لا أحصي كم سمعته من سفيان على أنه شك في العدد الذي سمعه منه، هل قال 1500 أو 1400 أو 1300؟ هذا الكلام متعقب، يكفي في التعقيب عليه أنه أن حديث سفيان هذا ليس فيه تعرض للتردد في عددهم، بل الطرق كلها جازمة بأن الزهري قال في روايته كانوا بضع عشرة مئة. إذن هو لا يتكلم على ذلك. هو يتكلم على كونه قد نسي هذا الأمر بعد أن حفظه منه. علي بن المديني قال ما أدري ما أراد سفيان بذلك، هل أراد أنه لا يحفظ الإشعار والتقليد فيه خاصة، أو أراد أنه لا يحفظ بقية الحديث؟ وقد أزالت هذه الرواية الإشكال والتردد الذي وقع لعلي بن المديني. هذا الجزء هو الذي لم يحفظه سفيان. إنه قال فيه حفظت بعضه وثبتني فيه معمر. قال بين أبو نعيم في المستخرج القدر الذي حفظه سفيان عن الزهري والقدر الذي ثبته فيه معمر، فساقه من طريق حمد ابن يحيى عن سفيان إلى قوله فأحرم منها بعمرة، ومن قوله وبعث عينا له من خزاعة إلى آخره مما ثبته فيه معمر. المقصود به أنه قال له لا أحفظ فيه بعض هذه الأجزاء. قوله في باب غزوة الحديبية وامعضوا في رواية الكشميني وامتعضوا، المعنى شق عليهم. قوله لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده، أي إلى المشركين في تلك المدة وإن كان مسلما. كانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، أي بلغت واستحقت التزويج ولم تدخل في السن، تدخل في كبر السن يعني، وقيل هي الشابة، وقيل هي فوق المعصر، وقيل استحقت التخدير. يعني التخدير تكون في الخدر. وقيل بين البالغ والعانس، العانس التي فاتها الزواجر. جاء أهلها في حديث عبد الله بن أحمد بن جحش، هاجرت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، فخرج أخواها الوليد وعمارة ابن عقبة ابن أبي معيط حتى قدم المدينة، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها إليهم، فنقض العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، فنزلت الآية. والصحيح أن المشركين حاولوا أن يدخلوا النساء في العهد ولم يكن أصلا في العهد، لأنه جاء منا في الرواية الصحيحة لا يأتيك منا رجل، فحاولوا أن يدخلوا النساء في ذلك فأنزل الله ما أنزل، فهذا دليل على خروج النساء من العهد ابتداء، والله أعلم. حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل، أي من استثنائهن من مقتضى الصلح على رد من جاء منهم مسلما. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التهجير بالرواح يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج،
فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي سالم الذي يقول، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. قال ابن حجر: قوله باب التهجير بالرواح يوم عرفة، أي من نمرة، لحديث ابن عمر قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف. أخرجه أحمد وأبو داود. ظاهره أنه توجه من منى حين صلى الصبح بها، ولكن في حديث جابر الطويل عند مسلم أنه أن توجهه صلى الله عليه وسلم منها كان بعد طلوع الشمس، ولفظه: فضربت له قبة بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت فأتى بطن الوادي. ونمرة موضع بقرب عرفات خارج الحرم، بين طرف الحرم وطرف عرفات، يعني نمرة ليست من الحرم وليست من عرفات وليست هي مسجد نمرة الآن، هي موضع خارج المسجد، خارج المسجد قريب منه. مسجد نمرة هذا هو المكان الذي راح إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أول كلمة التهجير معناه الخروج في شدة الحر، في الهاجرة، وذلك يكون يعني عند الزوال، قبله وبعده بقليل. اصبر بس شوي، هنقول حالا. التهجير بالرواح يوم عرفة، أي من نمرة إلى بطن عرنة ليخطب، ثم يعني يصلي الظهر والعصر، ثم يذهب إلى الموقف. فاحنا عندنا أول حاجة متى يخرج من منى؟ حديث ابن عمر يقول حين صلى الصبح، وحديث جابر نص على أنه كان بعد طلوع الشمس. وحين صلى الصبح تحتمل، لأن بعد شروق الشمس يمكن أن يكون إيه، يقال أيضا أنه بعد إيه الصبح، أو حين صلى الصبح، أو أنه جعل يستعد للرواح، جعل يستعد للخروج إلى نمرة بعد الصلاة، إلى أن خرج من منى بعد إيه، بعد الشروق. فينبغي ألا يخرج من منى إلا بعد شروق الشمس. الزنة دي علي ولا إيه اللي حصل؟ فاحنا بنقول دلوقتي إن في انتقال من منى يكون بعد شروق الشمس، يخرج من منى إلى نمرة. نمرة دي مكان بجوار عرفة، ليست من عرفة وليست من الحرم، وعرفة كلها ليست من الحرم، وليست هي بطن عرنة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم
وجد قبة ضربت له بنمرة، أمر بقبة بخيمة تضرب له في نمرة، ظل فيها حتى زالت الشمس، أمر بالقصواء فرحلت وضع عليها الرحل، ثم أتى بطن أوردة حتى أتى عرفة، نزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، بعرفة يعني على طرفها، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح من نمرة إلى بطن عرنة. بطن عرنة ده اللي هي مقدمة مسجد نمرة الآن، ده دليل إن المكان اللي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مش هو المكان اللي كان نازل فيه من أول ما وصل بعد شروق الشمس إلى أن إيه؟ إلى أن خطب وصل، ده مكان يتركب له، ركب من نمرة إلى بطن عرنة. بطن عرنة ده مقدمة المسجد الآن الذي هو أو تلت القدماني بعد ذلك عرفة. فبطن بطن عرنة ركب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وخطب وصلى الظهر والعصر ثم دخل إلى عرفة. خلاص كده دخل إلى عرفة فين؟ عند الصخرات، طرف بعيد حوالي 3 كيلومتر من المسجد الحالي. اشتهر باسم مسجد نمرة لأنه قريب من نمرة، لكن هو مسجد نمرة الحالي ده جزء القدماني منه بطن عرنة وجزء المؤخر عرفة، يعني هو على طرف بطن عرنة ده على طرف عرفة خارجها وخارج الحرم وخارج عرفة، وكذا نمرة مكان بجوار هذا المسجد. السنة إن الناس تعمل زي ما الرسول عمل، اللي عايز السنة إن كنت تريد السنة. نمرة أنا مش عارف فين بالظبط، يعني على يمين ولا على شمال المسجد نمر ما أعرفش، وأنت عشان تلحق الخطبة والصلاة لازم تخش بدري على طول عشان مش هتلحق بعد كده. فاللي عايز يعني بقى إيه بقى، هو نزوله مبكرا في المكان ده بدل يعني إيه، لأنه هو من ليس الإمام. ها؟ طيب بس إن شاء الله تروح. ها؟ بيقول ما يقعدش لغاية الشروق في منى، بالعكس ده هنقول الصح إنه يقعد لغاية الشروق في منى ويدرك إن شاء الله. وممكن يفضل يعني ايه بيبدا يتحرك بس ما يخرجش من منها الا ايه، الا بعد شروق الشمس. سالم بن عبد الله بن عمر قال كتب عبد الله عبد الملك يعني ابن مروان الى الحجاج ابن يوسف الثقفي حين ارسله الى قتال ابن الزبير. وللنسائي من طريق أشهب عن مالك في أمر الحج، وكان ابن الزبير لم يمكن الحجاج وعسكره من دخول مكة فوقف قبل الطواف، وقف بعرفة قبل الطواف وفضل ابن الزبير إيه محاصرا، ويجوز تأخير طواف الإفاضة ويصح الحج وذلك. فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه، ده دليل إن حج الحجاج في هذه السنة كان إيه؟ كان قبل مقتل ابن الزبير، هذه لرواية النسائية هذه. وهو حج معه بعد مقتل ابن الزبير، وحج قبله وهو محاصر مكة وهو يضرب مكة بالمنجنيق ويضرب الكعبة بالمنجنيق، يعني أثناء الحصار ده ابن الحجاج على فكره الحصار استمر طويلا لانه حرق البيت بسبب ضرب المنجنيق وهدم وبني قبل مقتل عبد الله بن الزبير، وطاف واعتمر عبد الله بن الزبير من التنعيم ومكه محاصره في من قبل الحجاج. كانش في طلعات زمان، وهو خلاص ما هو ده سبحان الله، نفذ امر الله وقتل المظلوم وظل الظالم، قتل المظلوم عبد الله بن الزبير وظل الظالم الحجاج ومروان وعزي وعبد الملك.
قال في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فركب هو وسالم وأنا معهما. وفي رواية قال ابن شهاب وكنت يومئذ صائما فلقيت من الحر شدة. ده قال سالم يقول بيسأل سبب الحصار ايه، كما هو معلوم النزاع على الإمارة الملك. ابن الزبير رضي الله عنه كما هو معلوم كان ممن امتنع عن بيعة يزيد ابن معاوية، هو والحسين وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فلما وقع ما وقع من مقتل الحسين في كربلاء ثم ما كان من وقعة الحرة بعدها بيسير ومقتل آلاف من أهل المدينة على يد مسرف بن عقبة، ثم مات مسرف بن عقبة بعد وقعة الحرة وبعد ما فعل بأهل المدينة بأمر يزيد، ومات بعده يزيد بيسير مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراده الله بسوء عن أهل المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وبوع معاوية ابن يزيد بالخلافة، لم يبق إلا أشهرا قليلة ومات أو أياما. واختلف الحال على بني أمية، وهنا يعني في هذه المدة بايع الناس عبد الله بن الزبير بالخلافة قبل أن تجتمع كلمة بني أمية، وبايع له أهل مصر والعراق واليمن والحجاز وعامة البلاد حتى أجزاء من الشام، حتى هم مروان ابن الحكم أن يأتي فيبايع عبد الله بن الزبير. ويا ليته فعل، اجتمعت الكلمة. فأبى عليه بنو أمية وبايعوه بالخلافة مروان ابن الحكم اللي هو راوي حديث الحديبية اللي فات، وهو من أهل العلم ومن رواة الحديث الثقات الذين روى له البخاري ومسلم، ومع ذلك وقع ما وقع. وبيعته وقعت بيعة بعد بيعة عبد الله بن الزبير، ومات مروان بعد ذلك بعد أن بدأت البلاد ترجع مرة أخرى إلى بني أمية. مات مروان وتمت البيعة لعبد الملك بن مروان، وبدأ يأخذ البلاد واحدة تلو الأخرى ويقتل أصحاب عبد الله بن الزبير يعني بأنواع القتل والمؤامرات والأموال، إلى أن ظلت معظم البلاد خارج سلطان عبد الله بن الزبير. وأرسل له الحجاج بعد أن أتم إحكام القبضة على العراق وأذاق أهلها ما أذاقهم، ووقع الحصار على مكة عبد الله بن الزبير فيها، وظل بها إلى أن قتل بعد 9 سنوات من البيعة له تقريبا. ظل الحصار كما ذكرنا، عبد الله بن الزبير محاصر بمكة، ورمى الحجاج مكة بالمنجنيق، أول من نصب المنجنيق على مكة عبر التاريخ. ولكن هو كان متأوعا، الناس ما كفروهوش، وبيضرب مكة المكرمة بالإيه؟ يقصف مكة المكرمة، لأنه كان متأولا أنه يقاتل أمير المؤمنين، يعني من نازعوا أمير المؤمنين. تأويل باطل قطعا، يعني تأويل فاسد لا يبيح له ذلك بحال من الأحوال، ولكن لنعلم كيف يعني تصرف السلف رضوان الله عليهم. وابن عمر رضي الله عنه في الفترة دي اللي فيها الحصار كان إيه؟ في هذا العام خرج وحج مع الحجاج. كما ذكرنا أحد حجارة المنجنيق أصاب الكعبة واحترق جزء من البيت ووهى، فعزم عبد الله بن الزبير على هدمه وبنائه، واستخار واستشار، وكان الناس في خوف شديد، لكن عبد الله بن الزبير عزم على ذلك وبدأ بنفسه، وظل الناس يرتقبون إلى ماذا سيحدث عند على لمن هدم أول حجر فيها.
وبدأ عبد الله بن زبير بنفسه ولم يحدث شيء فتتابع الناس على الهد، وحفروا حتى وصلوا إلى الأس صخور كأسنمة الإبل آخذ بعضها ببعض، حاولوا تحريكها وهدمها واستمرار الحفر فاهتز المكان، وعلموا أن هذه هي أصول البيت التي بنى إبراهيم القواعد، يعني إذ رفع إبراهيم القواعد منها، وهي التي فيها زيادة في الحجر وزيادة من الحجر نحو 4 أذرع وزيادة إلى 5 أذرع من الحجر، وبنى عبد الله بن الزبير الكعبة وزاد فيها ارتفاعا وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا. دلوقتي لها باب ايه دلوقتي؟ شرقي ولا غربي؟ انتوا عارفين كلكم، وحد ما شافش سورة الكعبة؟ ها؟ شرق باب شرقي، لان تضربه الشمس عند الشروق. والصق الباب بالارض، هذا الصق البابين بالارض، فكان الناس يدخلون ويخرجون. احنا باب الكعبة دلوقتي معمول ازاي؟ زي ايام النبي عليه الصلاة والسلام. قريش لما بقى جعلت الكعبة بابا رفعته فوق الارض، علشان ايه؟ عشان ما حدش يخش الا اللي هم عايزينه، يجي حد يخش يقعوا. فبني البيت على ذلك، على في عهد عبد الزبير، على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لان الرسول هو الذي قال لعائشة هذا الكلام: لجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا ولا ألصقت بابه بالارض ولا ادخل فيه من الحجر. فلما قتل ابن الزبير ارسل يعني الحجاج لمروان لعبد الملك بن مروان يساله عما فعل ابن الزبير بالكعبه، وانه بناه على اس شهد به العدول، فقال: لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، فامره بهدمه وان يعيده الى ما كان عليه ايام النبي عليه الصلاه والسلام، وأن يظل في الارتفاع على ما فعل ابن الزبير. هي دي الكعبة اللي مبنية من ساعتها لغاية دلوقتي. ما هو ده مخالفة، بس مش مخالفة تقتضي يعني ايه التحريم. لما شهدت عائشة لعبد الملك بأن هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام من يعني فعله ابن الزبير، فقال: وددت أن تركناه وما فعل. هم أن يفعل أن يهدم الكعبة ويبنيها على ما فعله عبد الله بن الزبير مرة ثانية، فناشده ابن عباس رضي الله عنه إيه؟ أن لا يجعلها لعبة للملوك وأن يتركها. ومن ساعتها الكعبة على ما هي عليه إلى الآن. يعني الكعبة دي من ميناء أيام استغفر الله، انا اخطات الروايه عن عائشه، هي ماتت 58 صحيح، لكن هي 58 ولا كان عندها 58 سنه؟ ماتت عندها 58 سنه. طيب على يعني هي الروايه عن عائشه، حدثوه عن عائشه انها قالت ذلك. نعم لا انا اخطات في هي الروايه عن عائشه فاراد ان يفعل ذلك. بيقول ازاي سالم كان صايم؟ يمكن ما كانش معاه هدي فصام ويصوم في الحج، او ممن تاول هذه المساله ان الصيام لمن يشق عليه ويثبت انه شق عليه، فهذا وجه يعني ينبغي ان يترك الصيام. قال فصاح، قال روى عباس بن خالد عن يونس عن ابن شهاب قال: وفدت الى مروان وانا محتلم. قال الذهلي: ومروان مات سنه 65، وهذه القصه كانت سنه 73، هذه السنة التي قتل فيها عبد الله بن الزبير، هي 74. قال غيره: إنما قال الزهري: وفدت على عبد الملك.
يقولوا في روايه عن بس هذه وهم، انما قال الزهري وفدت على عبد الملك وانا محتلم، ولو كان الزهري وفد على مروان لادرك جله الصحابه ممن ليست له عنهم روايه الا بواسطه. قال فصاح عند سرادق الحجاج عند خيمته. زاد الإسماعيلي قال أين هذا؟ أين هذا يعني أين الإيه؟ الحجاج. خرج عليه ملحفة أي إزار كبير معصفرة مصبوغة بالعصفر. نحن نعلم أن هذا منهي عنه، ولكن الحجاج لم يعني إيه؟ يعني لم يكن يتورع عن الدماء، فلا نستغرب أنه لبث الثوب لبس الثوب المعصفر. نبلغ لا هو انا بغضب لله والله. انا بغضه لا طبعا، نحن نبغض الحجاج في الله عز وجل، ولاجل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذمه اعظم الذم، فقال ان في ثقفك كذابا ومبيرا. لكن مساله بقى انه يعني في النار، احنا مالنا؟ احنا ربنا الذي يحاسبه. لا مش اجتهاد اللي عمله في مكة واللي قتل بيه الناس دول كلهم، ده مش اجتهاد، ده إجرام. وسعيد بن سعيد الرواح أي عجل بالرواح، إن كنت تريد السنة أي إن كنت تريد أن تصيب السنة فأنظرني أي انتظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. طب هو كان حاج، يبقى الاغتسال ده إيه؟ أنا يأتي الكلام عليه. قال يقول إن كنت تريد السنة، قال ابن عبد البر هذا الحديث يدخل عندهم في المسند، لأن المراد بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين. قلت وهي مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول، وجمهورهم على ما قال ابن عبد البر، وهي طريقة البخاري ومسلم، إذا أطلقت السنة فهي إيه؟ فهو مرفوع. ويقويه قول سالم لابن شهاب إذ قال له أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يتبعون في ذلك إلا سنته؟ لكن هذا الكلام ينبغي أن يقيد، لأنه إذا قيدت السنة بسنة أحد فذلك لا يجعل له حكم الرفع. والقيد الثاني إذا خالف السنة الصريحة، فلربما كان اجتهادا من الصحابي أن هذه هي السنة، وهذا ما روي في يعني أشياء كثيرة أو فعله العلماء في أشياء كثيرة. فرغم أن ابن عباس قال عن الفسخ إنها سنة نبيكم، فسخ الحج إلى عمرة، وقال إنها السنة، مع ذلك قالوا هذا اجتهاد ابن عباس، وده اللي هم ما وافقوش على الفسخ يعني. وكذا في أمر ابن الزبير في أن يدب راكعا قبل أن يصل إلى الصف وقال إنها السنة، ويمشي في الصلاة نفس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وقال زادك الله حسنا ولا تعد. فابن الزبير وهو لم يشهد هذه القصة يقول إنها السنة. فالشيء اللي يخالف السنة الصريحة وفي صحابي يقول تلك السنة، يبقى يحمل على سنة إيه؟ أحد الخلفاء أو أحد الصحابة رضي الله عنه. الله يكرمك عبد الحاج. دلوقتي هو مع عبد الله بن الزبير ما عرفش دي، ما سمعش قصة أبي بكر، وشاف إن في صحابة كتير بيعملوا كده، بيركعوا دون الصف ويمشوا ويخشوا في الصف ويحسبوها ركعة، فقال تلك السنة. ده اجتهاد. إذا بنقول إذا تلك السنة خلفت الاجتهاد النص الصريح، يبقى هنقول إن ده الاجتهاد، يبقى ده الأضعف. يبقى لو في ترجيح يبقى هنرجح الإيه؟ نص السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاجة مباشرة تبقى هي المقدمة على تلك السنة. طب لو تلك السنة ما قدمهاش مخالف، يبقى ده له إيه؟ يبقى من المسند المرفوع. قال
ما فيش أسئلة خالص، اكتبوها كلها. عجل الوقوف، قال أقصر الخطبة وعجل الوقوف إن كنت تريد السنة. قال إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. أكثر رواة مالك قالوا عجل الصلاة، وهو لهذا له وجه، لأن الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة. وافق عبد القعنبي عبد الله بن يوسف، يعني رواية فيها اختلاف ولا يعني تعارض بينها لأنها متلازمة، لأنه إذا انصرف من الصلاة وقف، فمن عجل الصلاة فهو يعجل له الوقوف بعرفه. الغرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف. قال ابن البطال في هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله أنظرني فانتظره، وأهل العلم يستحبونه. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على أن اغتساله عن ضرورة. يعني إيه اغتساله عن ضرورة؟ يعني ممكن يكون علشان احتلم، طبعا لا يمكن أن يكون عن جماع لأنه إيه محرم. عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة، يغتسل عشية عرفة، يعني إيه عشية؟ يعني بعد الإيه؟ بعد الظهر. قال الطحاوي فيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم. وتعقب ابن المنير في الحاشية بأن الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتقي المعصفر، وإنما لم ينهاه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي، ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج. وفيه نظر، لأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمر، فبعدم إنكاره يتمسك الناس في اعتقاد الجواز. والصحيح أنه هو منع ابن عمر من الإنكار مانع، إما خاف أن يعني يزيده ذلك عدوانا، أو أنه رأى أنه لا يلزمه النهي والناس لا يقتدون به، أو أنه نهاه سرا حيث لم ينقل لنا ولا يلزم أن ينقل لنا كل أفعال الصحابة رضي الله عنهم وتركهم، فربما نهاه ولم نعلم نحن. والعبرة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المعصفر للرجل. وقال المؤلف فيه جواز تأمير الأدون على الأفضل. وتعقبه ابن المنير بأن صاحب الأمر في ذلك هو عبد الملك وليس بحجة، ولا سيما في تأمير الحجاج. وأما ابن عمر فإنما أطاع لذلك فرارا من الفتنة، وهذا هو الصحيح، إن ابن عمر تبع الحجاج وأطاعه وكان أمره بما ينبغي رعاية لعدم الفتنة. قال وفيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء، وأن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم. وفيه مداخلة العلماء السلاطين، وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك. متى لا تكون نقيصة؟ ومتى تكون نقيصة؟ لا تكون نقيصة إذا أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وذهب إليهم لكي يخبرهم بالسنة كما فعل ابن عمر. ونقيصة في حالة ما إذا كان يدخل عليهم فيعينهم على ظلمهم ويصدقهم على كذبهم ويقرهم على منكراتهم، فهنا تكون نقيصة. فإياكم الدخول على السلطان، ومن دخل على السلطان افتتن، محمول على هذه الأحوال. وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره، لأن سالم قال للحجاج إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر صدق. طبعا أنه كان خاف أن الحجاج كان بيخطب لغاية قرب المغرب، يقعد يحكي لهم حداويت عبد الملك والأمراء. قال وابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه. وتعقبه ابن المنير بأن ابن عمر إنما ابتدأ بذلك لمسألة عبد الملك له في ذلك، فإن الظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى الحجاج. قال وفيه الفهم بالإشارة والنظر لقول سالم فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله كأنه يسأل عنه،
فلما رأى ذلك قال صدق. وفيه طلب العلو في العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم من أبيه ابن عمر، ولم ينكر ذلك ابن عمر، وفي أنه عايز يسمعه من ابن عمر مباشرة. وفيه تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس، وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة، يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه. وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به، وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق، إن ابن عمر صلى خلف الإيه؟ الحجاج. وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة، ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه، زي الوضوء يعني. قال العينين مطبقتون الترجمة تستفاد من قوله هذه الساعة، لأنه أشار بها إلى زوال الشمس، وهو وقت الهاجرة، وهو وقت الرواح إلى الموقف. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم هل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ قال ابن حجر لم يبين حكم الجمع بين الصلاتين بعرفة، وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرا بشرطه، يعني بشرط السفر المعتبر في غير معصية، أن يكون في على مسافة عند من يعتبر المسافة، وأن لا يكون مقيما أو عازما على الإقامة مدة تزيد على 4 صلوات على 4 أيام، يعني 21 صلاة على قول الإمام أحمد، على من يرى أن ذلك يعني كل شروط السفر. وعن مالك والأوزاعي وهو وجه للشافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل أحد. طبعا يعني المسألة دي هيترتب عليها من كان مقيما بمكة في هذا الزمان، وقد اتسعت بيوت مكة حتى صارت حدود أجزاء من أحيائها قريبة جدا من عرفة من يعني من ناحية الأخرى، من ناحية العوالي، فبحيث لا تصل إلى مسافة القصر عند من يجعلها 3 فراسخ أو 3 أميال. قال وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم ابن محمد قال سمعت ابن الزبير يقول إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا يخطب الناس، يعني يخطب في الناس، مش يخطب الناس يعني الناس هم اللي يخطبون، يخطب فيخطب الناس يعني يستمعون الخطبة، فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا، واختلف في من صلى وحده كما سأتي. في تعليقات البخاري على هذا الباب وكان ابن عمر إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله. وصله إبراهيم الحربي في المسجد. يقول وبهذا قال الجمهور، وخلفهم في ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة، فقالوا يختص الجمع بمن صلى مع الإمام،
وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه. الطحاوي إنه حتى من صلى منفردا أو صلوا جماعات غير جماعة الإمام فإنهم يصلون جمعا وقصرا أيضا. ومن أقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذا لما من خلف أبا حنيفة. وقد روى حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين وكان مع ذلك أجمع وحده، فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام والأصل عدم الخصوصية. قال ومن قواعدهم من قواعد الحنفية أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علما بأن مخالفه أرجح تحسينا للظن به، فينبغي أن يقال هذا ها هنا. هذا لو لم نستطع أن نجمع، لأن هناك إنما هو استنتاج فقط أن هذه مخالفة، لأنه ليس عند أبي حنيفة نص في عن ابن عمر ولا غيره في أن من صلى وحده صلى بغير جمع حتى نطبق هذا بلها. لكن هنا بالأولى لو أن ابن عمر ثبت أنه روى لنا أن من صلى أن من فاتته الصلاة مع الإمام صلى كل صلاة في وقتها، وثبت عنه أنه كان يفعل الجمع، لكان ذلك تحسينا للظن به دليلا على أن عنده علما بأن الجمع أرجح. فكيف إذا لم يروى عنه ولم يروي لنا أن من صلى منفردا لم يجمع بين الصلاتين؟ قال ابن بطال وجه الدلالة على الكوفيين من حديث ابن عمر قول سالم للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. هذا خطاب يتوجه إلى كل أحد مأموما كان أو منفردا أن سنة الصلاة ذلك الوقت. وكذلك قول ابن عمر كانوا يجمعون بينهما في السنة لفظ عام يدخل فيه كل مصل، فمن زعم أنه لبعض المصلين فعليه الدليل. هو الأصل عدم الخصوصية. قال الطحاوي وقد روي عن ابن عمر وعائشة مثل قول أبي يوسف ومحمد من غير خلاف بين من الصحابة. قال ابن القصار وقول الكوفيين ليس بشيء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا خطاب لكل أحد في نفسه أن يصلي الصلاتين في وقت أحدهما بعرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب إنما يتوجه إلى هيئة الصلاة ووقتها لا إلى الإمامة، إن هو صلى الله عليه وسلم هو الإمام دائما، فخطابهم خطابه لأصحابه لا ينصرف إلى أن صلوا كما رأيتموني أصلي أي أئمة، وإنما صلوا كما رأيتموني أصلي أي في كل صلواتكم. قال المبطل قال المهلب إنما كان جمع الصلاتين في أول الوقت لاشتراك الوقتين من أول الزوال إلى غروب الشمس في أصل السنة، وبمفهوم كتاب الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. يبقى دلوك الشمس اللي هو إيه؟ زوال الشمس يبقى هما الاثنين الظهر والعصر، ليجعلوا الوقوف ليعجلوا الوقوف. قلنا خطأ. قال وينفرد فيه الدعاء ويفرد فيه الدعاء لأنه موقف يقصد إليه من أطراف الأرض، فكأنهم أرادوا الاستكثار من الدعاء في بقية النهار لأنهم يدفعون من عرفة إلى مزدلفة عند سقوط الشمس. واختلفوا في الوقت الذي يؤذن فيه المؤذن بعرفة للظهر والعصر، واختلف قول مالك في ذلك. فحكى ابن نافع عنه أنه قال الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة، يعني زي الجمعة. وحكى آخر عنه أنه يؤذن بعدما يخطب الإمام صدرا من خطبته حتى يفرغ من خطبته مع فراغ المؤذن ويقيم، ونحوه قال الشافعي
قال يأتي الإمام المسجد إذا زالت الشمس فيجلس على المنبر فيخطب الخطبة الأولى، فإذا خطب أخذ المؤذنون في الأذان وأخذ هو في الكلام وخفف الكلام الآخر للخطبة الثانية حتى ينزل بقدر فراغ المؤذن من الأذان ويقيم. كل كلام ده خلاف السنة. السنة ثابتة من حديث جابر أنه بعد أن خطب أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. الحديث ده ثابت ما وصلهوش يعني غالبا الملكة في المدينة أساسا، وإلا فكل الحاجات دي آراء، إن خصوصا إن هو إيه يبدأ في الخطبة ويروح جمع الزنين أثناء الإيه؟ أثناء الخطبة. هتيجي إزاي فعلا؟ الأولانية بالقياس إنه هو يجلس فيؤذن ثم يخطب ثم يقيم قياسا على الجمعة، لكن إحنا عندنا نص حديث جابر قال واختلفوا في الأذان والإقامة لهما، فقال مالك يصليهما بأذانين وإقامتين، وقال أبو حنيفة والشافعي وبرضه قول أحمد على الصحيح يصليهما بأذان واحد وإقامتين وهو قول أبي ثور، وقال أحمد وإسحاق يجمع بينهما بإقامة إقامة أو بأذان وإقامتين إن شاء. اختلاف الروايات في ذلك، والصحيح أذان واحد وإقامتين. قال الطبري وجائز العمل في ذلك بكل ما جاءت به الآثار. والصحيح أن إقامة وإقامة هذه لم تتعرض للرواية، وإن ثبتت لكنها لم تتعرض لذكر الأذان، فكأنه أراد أن يبين أن لكل صلاة إقامة، أما الأذان فثابت والمثبت مقدم على النافي، وأما من أثبت أذانين فهذا وهم من الراوي وشذوذ. والصحيح أن نص حديث جابر الذي رواه مسلم أنه أذان واحد وإقامتين. قال ابن حجر وأما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة وزفر ومحمد يجب تأخيرها إلى العشاء، فلو صلىها في الطريق أعد. زي بقى الأزمة اللي بتحصل عند البعض من التأخير أو من التقديم، الناس ما بين إن بعضهم بيسبق جامد جدا ويوصل قبل إيه؟ قبل العشاء، وبعض المشايخ أفتى بأنه يصلي المغرب والعشاء جميعا متى وصل قبل العشاء أو بعدها، وبعض الناس يتأخر حتى يجاوز نصف الليل وهو لم يخرج من عرفة فيكون قد فات وقت العشاء إلا ما كان من ضرورة. فهو احنا في كل المرات الحمد لله بنصلي، السنة في ذلك أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء في مزدلفة، فإن تأخر في الطريق حتى خاف أن يخرج الوقت صلى المغرب والعشاء ولو قبل مزدلفة، وإن وصل مبكرا فالاختيار عندي أن ينتظر حتى يحضر وقت العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها وقت العشاء، وإن خالف في ذلك فكل ذلك مجزئ. إن خالف فصلى في الطريق أو في عرفة المغرب والعشاء صحت الصلاة وليست صلاة باطلة. خالف يعني عن قصد ولا كلمة خالف دي جامدة شوية؟ خالف دي خالف لظروف الأوتوبيسات فضلت واقفة. أيوة أيوة. ما حدش هيخالف من كده يعني. أيوة. من نفسه. أيوة. الناس فضلت واقفة لحد ما خافوا بعد كده ان الوقت يروح فصلوا المغرب والعشاء فين؟ في عرفة، صح ذلك. طب تعمد يبقى خالف السنة وصحت الصلاة، لان الوقت ده وقت للصلاتين. طيب صلى وصل بدري وصلى المغرب والعشاء صح ذلك. قال وعن مالك يجوز
لمن به أو بدبته عذر فيصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمر. يعني عند مالك برضو لازم يصليها بعد إيه؟ بعد دخول وقت العشاء. وعن المدونة: يعيد من صلى المغرب قبل أن يأتي جمعة، وكذا من جمع بينهما وبين العشاء بعد مغيب الشفق فيعيد العشاء الظهر قبل. يعني إن هي السنة إنها وإيه؟ إنه يجمع بينهما بعد إيه؟ مغيب الشفق. وعن أشهب: أن إن جاء جمعا قبل الشفق جمع. وقال ابن القاسم: حتى يغيب. وده الصحيح اللي احنا بنقول عليه. وعند الشافعية وجمهور أهل العلم: لو جمع تقديما أو تأخير أو تأخيرا قبل جمع أو بعد أن نزلها جمع هي مزدلفة أو أفرد أجزأ وفاتت السنة. وده اللي بنقول به، أجزأ وفاتت السنة. واختلافه مبني على أن الجمع بعرفة ومزدلفة للنسك أو للسفر. اللي يقول للنسك يجعلها عبادة ويقول ما ينفعش إلا كده، ظهر وعصر في عرفة ومغرب وعشاء في إيه؟ في مزدلفة. لكن طب من عجز عن الوصول ماذا يصنع؟ يصلي فاتقوا الله ما استطعتم ولا تضيع الصلاة عن وقتها. قال ابن بطال: واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أنه إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة لم يصلي بهم الإمام الجمعة بعرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أن يوم عرفة كان يوم إيه؟ كان يوم الجمعة. وكذلك قال الطحاوي: قال أبو حنيفة والشافعي لا يجمع، لا يصلي جمعة، وإنما يصلي بعرفة الظهر ركعتين لا يجهر فيهما بالقراءة، هذا إذا كان الإمام من غير أهل عرفة. وقال أبو يوسف: يصلي الجمعة بعرفة. وسأل أبو يوسف مالكا عن هذه المسألة بحضرة الرشيد، فقال مالك: سقاياتنا بالمدينة يعلمون ألا جمعة بعرفة، وعلى هذا أهل الحرمين مكة والمدينة وهم أعلم بذلك من غيرهم، وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين بعرفة وصادف ذلك يوم جمعة، ولم ينقل أنه جهر بالقراءة بل قالوا صلى الظهر كما قال جابر، فدل على أنه صلى الظهر بغير جهر ولو جهر لنقل. وأيضا فإن من شرط الجمعة الاستيطان، وليست عرفة بموطن لأهل مكة، فلم يجوز لهم أن يصلوا الجمعة. شرط الجمعة الاستيطان ليس صحيحا. وروى ابن وهب عن مالك: الاستيطان دي أشد من الإقامة، الاستيطان اتخاذ الأرض أو المكان وطنا. لو قلنا مش مسافة قصر وإن الجمع للسفر فيبقى عليهم جمعة، ولكن هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ومعه ناس من أهل مكة ولم يسألهم. طبعا لها احتمال، لأن المسافة من مكة لعرفة من الطريق الذي كان يسير لسار فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسافة قصر. وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا وافق يوم جمعة يوم التروية أو يوم عرفة أو يوم النحر أو أيام التشريق قال لا جمعة عليهم من كان من أهل مكة أو من أهل الأفاق. قال ولا صلاة عيد يوم النحر بمنى. قال ابن حجر قوله وقال الليث وصله الإسماعيلي سأل عبد يقول سأل عبد الله فيها فسأل عبد الله سأل الحجاج وعبد الله يعني ابن عمر قال فهجر بالصلاة يصلي بالهاجرة وهي شدة الحر. وقولوا إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن ابن عمر فهم من قول ولديه سالم فهجر بالصلاة أي الظهر والعصر معا، فأجاب بذلك فطبخ كلام ولده.
قوله في السنة وحال بمعنى متوغلين في السنة، قاله تعريضا بالحجاج، قاله الطيبي. باب قصر الخطبة بعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك ابن مروان ابن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، فقال الآن؟ قال نعم. قال أنظرني أفيد علي ماء، فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق. قصر الخطبة ذكر في هذا الحديث قيد المصنف قصر الخطبة بعرفة اتباع لفظ الحديث، وقد أخرج مسلم الأمر باقتصار الخطبة في أثناء حديث لعمار أخرجه في الجمعة. قال ابن التين أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا يخطب يوم عرفة، قال المدنيون والمغاربة يخطب وهو قول الجمهور، ويحمل قول العراقيين على معنى أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة، وكأنهم أخذوه من قول مالك كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة، فقيل له فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة، فقال إنما تلك للتعليم. وصينا خطبة مقصودة، وهذه القاعدة ليست غير قابلة للاستثناء، لو سلمنا فهي يعني مستثنى منها ذلك. قال ابن بطال وقد أخرج مسلم في كتابه من حديث عن أبي وائل عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، علامة على فقه يعني. وقد أجمعوا أن الإمام لو صلى بغير خطبة بعرفة أن صلاته جائزة، خلاف الجمعة فهناك أقوال ببطلان الجمعة إذا لم يكن هناك خطبة. وقال أبو زيد مئنة كقوله مجدرة ومحرات ومخلقة خلوق بكذا. لا هو أنا قلتش إن ده الراجح في الجمعة إن الخطبة شرط، لكن بتكلم إن فيه قالوا كده. الصحيح إن الخطبة ليست شرطا وليست بدل ركعتين. قال أبو عبيد يعني أن هذا مما يعرف به فقه الرجل، مئنة فقه أو مئنة من فقه مما يستدل به على فقه، وكذلك كل شيء على شيء فهو مئنة. قولوا قولي هذا واستغفر الله.